بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندنا اليوم بنحل من كتاب Water Supply and Drainage System اللي هو 447. طبعا عندنا هذا الواجب الثاني. السؤال الأول منه يقول عندك معلومات بشكل مختصر، طبعا مقسم، أنا قسمته بلا صح إلى ثلاثة أقسام A، عندك هنا يبدأ فقرة B، وعندك هنا C. وشو A و B و C؟ بنقولها الآن. السؤال الأول، أول شيء قالك عندك هاي الداتا معطالك، أبيك تحليها بالأرثيماتيك والجيومتريك واللوجيستيك ميثودز. طبعا اللوجيستيك ميثودز طلع لي بالسالب، فبالتالي وقفت ما حليته، لكن بشكل عام فكرته اللي هو توجد عندك البي نوت والبي 1 والبي 2. طبعا شلون تختارها من هنا؟ لأنك تحتاج بس ثلاث بيات، ما تحتاج أكثر من كذا. الضابط بينهم الدلتا تي لازم يكون بينهم متساوي، بحيث لو قلت مثلا ما بين 140 860 880 هذه يلغى ما يدخل معك، خلاص طلعها جسك مثلا تعطيك قيمة ابدأ اشتغل فيها. تاخذ مثلا من ال 150 وال 170 وال 190 وهكذا. اهم شيء بس يكون الدلتا تي الضابط عندك مضبوطة، مثلا الدلتا تي 10، خلاص لازم تعرف ان بين البي هذه والبي هذه 10 سنين، وبين البي هذه والبي هذه 10 سنين. يعني مستحيل مثلا يطلع بين هذه وهذه وتروح تاخذ هذه وهذه، بينها مثلا هنا خلينا نقول 20 سنة، بين هذه وهذه 10 سنين، وبالتالي ما تدخل في حساباتك. هذا هو الضابط بشكل عام، خاصة قوانين معطالك تحلها لأن هي طويلة ومملة شوي. طيب نجي الآن السؤال الأول، عرفنا وش يبي الأرثماتيك والجيومتريك. تحسب للسكان على زيادتهم في عام كم؟ 2025. طيب جميل، و أعطاك قالك the average per capita water consumption في عام 1990 300 لتر. طيب قالك يبغى الواتر كونسومشن عند 2025 إذا معلومية إن الزيادة كم؟ 2 لتر في السنة الواحدة. السنة الواحدة 2 لتر، هنا ما أعطاك على شكل نسبة، أنت بتغلط. فالحالة وش معناها 2 لتر؟ معناتها السنة الأولى 300، السنة الثانية 302، السنة الثالثة 304، ثم 308، 300 وهكذا. كل سنة تزيد لترين تزيد لترين تزيد لترين الأفريج. فبالتالي كم عندك مثلا؟ تروح تاخذ الفرق بين 1990 وال 2025 يعطيك رقم مثلا، خلنا نقول فرضا 20 سنة، تقول 2 في 20 يعطيك مقدار الزيادة في عدد السنين كلها لمجموعة 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 إلى بعد 20 سنة، اللي هو عبارة عن كم؟ 2 في 20. 22 عطاك اللي هو الزيادة في 20 سنة، تضيف على 300 يعطيك الـ average water consumption عند 2025. طيب وقال فقرة السي، قال انه يبغى الماكسيم اللي هو او شو الـ average كيو average والماكسيمم monthly والماكسيمم daily والماكسيمم hourly للسنة الحالية اللي هو 1990 الى، ويبيها ايضا عند السنة 2025. فرضية ان السكان اللي تبي تاخذهم اللي هو اللي طلعوا لك من arithmetic method. طيب جميل جدا، ما عندك مشكلة، نشوف كيف الحل. هنا الجيلان انا سويت الجدول هنا ليه؟ لان عندك ال KA وال KG للثوابت، هذا قانون، فعندك ال KA وعندك قانون الجيومتريك، هذا القانون. فالتالي انت بتطلع ال KG وتبتطلع ال KA، طبعا كل له طريقته. هذا قانون ال KA وهذا قانون ال KG اللي هو الدلتا بي على الدلتا اي في الوحدة لين. مش معناته؟ معناته الافرج لهم. طيب جميل جدا، انا سويت حطيت السنين هنا والعدد سكان هنا، ورحت شكلها شلون طلعت نتيجة. قلت ان هذا ناقص هذا يعطيني القيمة هذه، وهذا ناقص هذا يعطيني القيمة هذه، وهذا ناقص هذا يعطيني القيمة هذه، وهذا ناقص هذا يعطيك القيمة هذه، وهذا ناقص هذا يعطيك القيمة. طيب الدلتا بي الفرق في عدد السكان، الدلتا تي مثله، هذا ناقص هذا اعطاني دلتا تي، وهذا ناقص هذا اعطاني دلتا تي وهكذا. لكن لو تلاحظ انها اصلا هي ثابته 10 سنين 10 سنين 10 سنين. طيب جميل جدا، ابى اوجد الحين الدلتا بي على الدلتا تي على الدلتا تي. ليش؟ لان هذا قانون عندي اصلا يقول دلتا بي على الدلتا تي، فاوجدها لكل وحده اللي هو 10000 على 100 يعطيك 1000، 30000 على 100 على 10 عفوا اسف على 10 يعطيك 3000، و40 40000 على 10 يعطيك 4000 وهكذا. ما في اي شيء، لحين كلها خطوات مباشره. تروح تجيب اللن للبي، هذا البي عندك 80000 او كم هو، اي 80000، تروح تاخذ اللن حقه
واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده لين تصف الناتية، تروح تاخذ الفرق بينهم اللي هو هذا ناقص هذا يعطيك هذا، هذا ناقص هذا يعطيك هذا، هذا ناقص هذا يعطيك هذا، هذا ناقص وهكذا. بعدها تروح شو يقول قانون الكي جي، الدلتا لين بي على الدلتا تي، هذا الدلتا لين بي عندي والدلتا تي هذه موجودة عندي، خلاص او بوينت 1 2 على 10 يعطيك القيمة هذه وهكذا، كله تقسم على 10. ليش؟ لأن أصلا كل الدلتا تي 10 أعطاك القيم هذه. خلاص شو نسوي الآن؟ يقول يبغى سميشن للدلتا بي على الدلتا تي، تروح تجمع هذه كلها بيعطيك اللي هو 19000، تقسمها على عددهم اللي هو 1 2 3 4 5 لين تاخذ الافرج، 19000 على 5 اعطاك الثابت. الكي جي مثله، تجمعهم تقسمهم على عددهم اعطاك الكي جي. خلاص او طيب مباشر انت تبي عند اي سنة؟ عند 2025. خلاص تروح تقول ان عدد السكان اللي انتهيت من عندهم هي بي نوت اللي هو عام 1990 كم؟ طلعوا 270000، زايدا الثابت اللي طلعناه هذا مضروب في الفرق بين السنتين اللي هو 2025 ناقص 1990 كم اعطاك؟ 403 كابيتال، يعني 403 نسمة موجودين ان شاء الله في عام 2025. الجيومتريك ميثود عندك هذا قانونه، خلاص الكي جي معطالك وجدناها قصدي، والان تي معطالك والان نوت معطالي. البي نوت مثل ما قلنا السنة الاخيرة اللي وقفت عندها في الحساب 1990، خلاص طلعك عند بي 2025 يساوي عدد سكان اللي وقفنا عندهم. الاي مرفوع الاس هذا كم اعطاني؟ اللي هو 634237 نسمة. مثل ما قلنا نرجع نقول لو تلاحظ في هنا الفرق الشاسع شيء طبيعي جدا، لا تخاف لا تيجي تحس انك مخنبق ولا ضايع، هذه اصلا هذه كقوانين وكل واحدة اصلا لها نمط معين، لان الجيومتريك تكون للمنطقة اللي توها بادية في نمو في السكان جديدة، الارثماتيك تكون في نص يعني في الفترة اللي تقدر تقول انها صارت منطقة سكنية عادية، لكن اللوجيستيك خلاص تصير زي منطقة مشبعة ساتوريشن زي منفوحة وزي البطحة وزي الأحياء هذه. لكن مثلا الجيومتريك عندك الأحياء الجديدة اللي عند الرياض مثلا الأمانة، هم الأمانة هتستخدم الجيومتريك ميثود. الأرثيماتيك عاد اللي هو المناطق اللي تقدر تقول انها صار فيها نمو طبيعي، خلاص زي الصحافة ومن الصحافة والأحياء في الشمال هناك بدأت تصير نموها طبيعي فاستخدم أرثيماتيك ميثود. طبعا نجي لفقرة بي، الووتر كونسمشن عند 1990 كم كان عندي؟ 300، وقال لك ان الانيولي كم؟ 2 لتر كابيتا دي. طبعا هنا 2 لتر هذه ما اعطاك اياها كنسبة، اعطاك اياها مثل ما شرحنا في اول انها كرقم يزيد. السنة الاولى عندي 2، السنة الثانية 2، السنة الثالثة 2، وتبدأ تجمعهم كلهم اللي هو عبارة عن كم؟ 35 سنة في 2، 2 زائد 2 زائد 2 زائد 35 مرة تجمع 2 هذه، ثم تضيف على 300 اعطاك كم؟ 370. جميل جدا. خلاص طلعنا البي. السي يبغى الكيو افريج والكيو مانثلي والكيو ديلي والاورلي، كلها عملية ضرب فاكتور. اهم شيء بس توجد الكيو افريج، لازم توجد وش عبارة عن اللي هو عدد السكان الحاليين في الووتر كونسومشن الحاليين كذلك. هذا عندي اللي وقفنا عنده عند عام 1990، وهذه ايضا الووتر كونسومشن اللي اعطانيها في عام هنا 1990، اضربهم يعطيك الناتج. طبعا بالاول بيعطيك اياها باللتر بير داي، فانت تحولها الى متر مكعب طب هذه 10 اس 6 هنا 10 اس 6 بس ما ادري ليش نزلها كذا، وهذه ام مو 3 ام تكعيب، المهم يعني تكون الفكرة واضحة. والمنثلي ايضا تضرب في الفاكتور، والديلي تضرب في الفاكتور، كلها الكيو افريج يعطيك القيم. في عام 2025 ايضا لازم توجد اللي هو عدد سكان هنا والووتر كونسومشن. عدد سكان قالك استخدم الارثماتيك اللي طلع لك بطريقة الارثماتيك اللي هو 403000 في 370 اللي هو طلعناه هذه، خلاص اعطاك الووتر كونسومشن الافرج قصدي عفوا كيو افرج اعطاك اياها، خلاص تروح تضربها في فاكتور يعطيك
الأرقام هذه اللي هي المونثلي والديلي والأورلي. هذا هو شرحها، وأتمنى إن شاء الله يعني كان واضح وما فيها أي شيء. هي عبارة عن وشو ستيب تمشيها خطوات خطوات خطوات، بإذن الله ما تضيع فيها. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.